إذن مشاهدينا الكرام، من خلال اللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، يتضح لنا بأن الحضور الإفريقي والبعد الإفريقي واضح في الرؤية المصرية والاستراتيجية المصرية الخاصة بالمناخ والتعاون مع إفريقيا ومع الدول الإفريقية بشكل يساهم في خلق أفكار إيجابية وخلق مشروعات واتفاقيات تسهم في الحد من التغيرات المناخية. إذن مشاهدينا من شرم الشيخ، مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس معنا الآن لمعرفة تفاصيل اليوم. أهلا بك كريم. أهلا بك نهى، وأهلا بجميع السادة المشاهدين. هنا من المنطقة الزرقاء في قاعة المؤتمرات، ربما اليوم هو يوم خاص بالتمويل، فاينانسينج داي. التمويل هي سمة رئيسية لهذا المؤتمر. لماذا؟ لأن أي آلية من آليات التطبيق الفعلي للأفكار أو المخططات أو حتى الاتفاقيات السابقة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات المناخ السابقة تحتاج لتمويل مباشر، ولكن هذا التمويل كان هناك أيضا عليه اتفاقيات سابقة مثل 100 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها لتقوم بدفعها الدول الكبرى التي أثرت بشكل مباشر سلبي على التغيرات المناخية وتأثرت بها بشكل مباشر أيضا الدول النامية، ولكن هذه الاتفاقية لم يتم تطبيقها بالفعل، ولكن مجرد نقاشات مختلفة. لذلك التمويل يحتاج إلى أن يتم تطبيقه بالفعل، وحتى إذا كان التمويل خاص بـ100 مليار دولار أو حتى إذا كان التمويل فقط للأفكار الصغيرة والأفكار حتى أفكار الابتكارات الخاصة بالشباب. مصر ربما تحولت في الفترة الماضية للتعامل مع التحول الأخضر، وخصوصا أن جزء هام من التحول الأخضر هو التعامل مع الطاقة الهيدروجينية أو الهيدروجين الأخضر. عندما يتم تفصيل الهيدروجين يكون 90% من الهيدروجين الأخضر و10% من الهيدروجين الأزرق. لذلك هذه من أهم الملفات التي يتم العمل عليها هنا في مصر. ولكن بجانب التصرف المصري أو التحول المصري بشكل منفرد، هناك أيضا اتفاقيات هنا داخل كوب 27 والذي يعد فرصة للتعاون بين الدول المختلفة. كان هناك اتفاقيات بين مصر والمملكة العربية المتحدة، مصر وسلطنة عمان، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومصر والمملكة العربية السعودية، اتفاقيات حول التعاون أيضا في مجال الهيدروجين الأخضر وإنشاء المصانع الخاصة بالهيدروجين الأخضر. لذلك هي تعد فرصة لعقد هذه الاتفاقيات والتعاون المشترك. ولكن أيضا الدول الكبرى لها دور كبير في هذه المرة، إذا كان عليهم الحمل الأكبر في تطبيق هذه الاتفاقيات والدعم المادي، ليس فقط للمشاريع الجديدة أو الأفكار التي تم الاتفاق عليها من قبل، ولكن كان هناك حديث في القارة الإفريقية والدول النامية عن تعويض لهذه الدول عن التأثير السلبي التي تعرضت له بسبب هذه الدول الصناعية أو الدول الكبرى. كان هناك لنا أيضا عدة أحاديث مع ممثلين من الدول الأفريقية، وربما منهم نائبة رئيس الأنغولي، والتي تحدثت عن أهمية تعويض الدول النامية وخصوصا الدول الأفريقية عما تسببت لهم الدول الكبرى بسبب هذه الصناعات المختلفة التي أثرت بشكل مباشر على الاحتباس الحراري وغيرت من التغيرات المناخية التي بالطبع وصلت إلى الإنسان بشكل مباشر عن طريق المجاعات المختلفة أو حتى عن طريق الجفاف الذي أثر في القارة الأفريقية. ولكن تحدثنا أيضا مع الخبراء عن نقطة هامة، وهي ماذا إذا لم يوجد هذه الحلول، لم توجد هذه الحلول لتطبيق التمويل أو وضع التمويل بشكل فعلي في المشاريع، ما الذي يمكن أن تصنعه الدول النامية، وما الذي يمكن أن يحدث على أرض الواقع للتعامل مع التحديات التغيرات المناخية الجديدة؟ وكان من أهم
هذه الحلول هو التعاون الإفريقي على سبيل المثال بين الدول الإفريقية لزيادة الرقعة الزراعية على سبيل المثال كحل من الحلول، التعاون للحفاظ على الأمن المائي بين الدول الإفريقية كان هذا أيضا أحد الحلول، الاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة بين الدول الأفريقية، وهذا بالطبع يتبعه بعد ذلك تعاون اقتصادي كبير وأيضا تحول اقتصادي أخضر، وهو التحول الاقتصادي الأخضر كان أحد أهم سمات جلسات اليوم في، لأن التحول الاقتصادي الأخضر هو أيضا متعلق بالتنمية المستدامة الخضراء سواء كانت في المشاريع الاقتصادية الاستثمار الأجنبي في الدول أو التعاون بين الدول في الاستثمارات المختلفة أو حتى ما يطلق عليها الآن فيما يتعلق في مجال البنوك في السندات الخضراء، لأنها تصل في النهاية للرؤية الكاملة والشاملة وهي تنمية القارة الإفريقية المستدامة أو رؤية القارة الإفريقية المستدامة 2063، وأيضا إذا تحدثنا بشكل خاص عن مصر رؤية التنمية المستدامة 2030، لذلك التمويل هي النقطة الأهم، ولكن بجانب التمويل هو التعاون المشترك بين الدول. هناك أيضا على سبيل المثال تعاون بين مصر وتنزانيا في الاقتصاد الأخضر على سبيل المثال، والاستثمارات داخل تنزانيا عن طريق الشركات المصرية، هذا أيضا كان أحد أهم النقاط التي تم إثارتها بالفعل اليوم، وأيضا طرح أفكار عديدة وحلول أيضا بين دول أخرى مثل كينيا على سبيل المثال، لذلك هي رؤية عامة واتحاد إفريقي وأيضا دولي للتعامل مع التحديات المناخية. نعم، مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل، ودائما سنعود إليكم من قلب الحدث شرم الشيخ لمعرفة الفعاليات التي هي دائما متجددة في أروقة كوب 27.